السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا وشفنا حلقة الماضي البسيط وفهمنا الشرح كويس. واللي ما تابعش الحلقة دي لازم يشوفها ويرجع لصندوق الوصف عشان يفهم كويس زمن الماضي البسيط قبل ما يحل التمرينات دي معنا. تعالوا بقى نحل التمرينات اللي على زمن الماضي البسيط، ودي موجودة في صفحة 26. نمبر 1 بيقول لي إلسا is the leader of a group that got bigger over the summer. طبعا هنا لو كملت الجملة هلاقي that got، وجود دي يا حبيبي فعل في زمن الماضي. طيب يبقى إذن إلسا was the leader، يعني كانت القائد بتاع الجروب اللي كبر أثناء الصيف. تعال نشوف نمبر 2 بقول what a you do last summer. طبعا last summer من علامات الماضي وعندنا فعل في المصدر حبيبي، يبقى لازم أجيب that. تعال نشوف نمبر 3 بقول 2 month a I started helping out at the community. started في زمن الماضي يبقى لازم بعد المدة حبيبي أجيب كلمة ago، وأجو معناها منذ شهرين. تعال نشوف نمبر 4 بقول did you a your homework last night. طبعا last night من علامات الماضي، وطالما في ديت حبايبي لازم الفعل يرجع لمصدره فلازم اقول do. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي my dad made toys and I ate him. طبعا and حبايبي بتربط بين جملتين في نفس الزمن، هنا made يبقى اكيد انا طبعا لازم اقول helped. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي the coach said I am a talented football player. طبعا المدرب بيقول ان انا كنت انا كنت ملاعب موهوب، يبقى I was. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي who ate this delicious apple pie last night. قال I liked it. طبعا اكيد who made يعني من صنع، ليه؟ لان في عندي last night و last night من علامات الماضي. تعال نشوف نمبر 8 بيقول all the streets are busy yesterday after the match. طبعا عايز اقول كل الشوارع كانت مزدحمة امبارح، يسترد من علامات الماضي فلازم اقول where هنا فعل يكون لان هنا صفة. تعال نشوف نمبر 9 بيقول he ate to the club but he didn't play football. طبعا لكن ما لعبش كورة، يبقى وذهب كلام هنا ماضي، يبقى برضو هنا ماضي، يبقى he went. تعال نشوف نمبر 10 بيقول she a win the game although she trained hard. بقول برغم ان هي اتدربت بجد في زمن الماضي يبقى she didn't، لان ده تناقض حبايبي. ليه؟ لان وين فعل في المصدر ما اقدرش اجيب قبله don't لان الكلام ماضي، و isn't غلط لان بيجي وراها verb ing، wasn't برضو بيجي وراها verb ing. تعالى حبايبي يلا نشوف سؤال التصحيح. بقول last summer was great، الصيف اللي فات كان، خلي بالك في الزمن الماضي، كان عظيم. I play football every day. هقولك طالما الكلام في الماضي فما ينفعش اقول play، لازم اقول played. تعال نشوف نمبر 2 بيقول what did you learning at school this week. طالما حبايبي في did يبقى لازم الفعل ده يرجع لمصدره، فما ينفعش اقول learning لازم اقول learn. تعال نشوف نمبر 3 بيقول I helped my grandma in her garden last Friday. طبعا last Friday حبايبي من علامات الماضي، فما ينفعش اجيب فعل مضارع، لازم اجيب فعل ماضي، فالمفروض اقول helped. تعال نشوف نمبر 4 بيقول I didn't want to wait for the adults to clean up our streets. طبعا حبيبي طالما جبت didn't يبقى لازم ارجع الفعل لمصدره، فلازم want تبقى want. تعالوا يلا حبيبي نشوف نمبر 5 بيقول لي there be 12 of us who cleaned up our street last week. طبعا حبيبي last week من علامات الماضي، فانا عايز verb to be في الماضي او was where. طب 12 ديت هتقول لي جمع، فبالتالي لازم اقول where. تعال نشوف نمبر 6 بيقول I scored 2 goals in the last match. طبعا حبايبي last match من علامات الماضي، فالمفروض اقول scored مش scored. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي do you like volunteering. yes I did. طبعا هنا الاجابه حبايبي بيس، وفي النهايه did، يبقى لازم السؤال برضو كان بديت. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي when did you join the sports club. when did you join the sports club. طبعا حبايبي طالما جبت did يبقى فعلي لازم يرجع لمصدره، فjoins المفروض تبقى join. نمبر 9 بيقول لي they doesn't give up so they won the tournament. حبايبي طالما قال لي they won في الماضي يبقى لازم النفي برضو يكون didn't في الماضي. نمبر 10 بيقول لي did they ready for the exam. طبعا هنا حبايبي ready دي مش فعل، وطالما ما فيش فعل ما اقدرش ابدا اجيب did في الماضي، امال بجيب ايه؟ بجيب was او were. they طبعا بتاخد were، فالمفروض اقول were they ready for the exam. تعالوا حبايبي يلا نشوف الترتيب الاولاني. بيقول yesterday visited museum the. طبعا ببدا بالفعل اللي هو اي، وبعدين اجيب الفعل بتاع اللي هو visited، وبعدين المفعول بتاع museum the museum، وبعد كده اقول yesterday. الجمله الثانيه طبعا حبايبي بيقول لي go where you last weekend. المفروض ان انا عايز اقول اين ذهبت
في عطلة نهاية الأسبوع اللي فات. بس خلي بالك أداة الاستفهام بيجي وراها فعل مساعد اللي هو did، والفعل اللي هو you، وبعدين الفعل الأساسي اللي هو go، وبعد كده last weekend. نمبر 3 بيقول لي about he make a poster did activities his. طبعا عايز أقول هل هو عمل بوستر عن نشاطاته. طبعا انا هسال بديد، الفعل بتاعي هي، الفعل الاساسي بتاعي ميك، وبعد كده المفعول ابوستر، وبعد كده اباوت هيز اكتيفيتيز. السؤال الرابع بيقول لي they win tournament didn't they. طبعا الفعل بتاعي they جمله منفيه، يبقى لازم اجيب didn't قبل الفعل اللي هو win، وبعدين اقول the tournament. They didn't win the tournament. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وانتظرونا في الحلقة الجاية مع حل التدريبات العامة اللي على الدرس الاول والتاني. Goodbye. السلام عليكم.